انت مع او ضد الشغل مع الاقارب؟ العمل مع الاقارب لا، حسب القرايب ما شرط. اكيد لا، ومليون بالمية لا. من تجارب مسبقة لاحظت انه كان في تعامل مع العوائل، كانت النتيجة انه الانقطاع العوائل يلي القريبة لبعضها انقطاع على العمر كله. فمن هالمنظر والمشهد يلي شفته انا، فما بفضل انه اي شغل مع اي قرايب ابدا. لا، ما واحد ما يشتغل مع الاقارب. هلا رح تصير كثير في محسوبيات، يعني ما رح تزبط، ضل مشاعر متحكمه على انه اي منسامح هلا ومنسامح بعدين. يعني اذا كنت انا راس مال انا رح ضل خسرانه، انا قلبي كثير طيب. بس يكون في تفاهم ويكون يعني الصدق، يعني بس يعني بالاخير الصدق والصراحه هي اهم شيء. ليش لا، بالعكس فيك تقولي له انه في هون غلط، هو لازم يتفهمك، اذا بيحبك لازم يتفهمك. يعني ايجابيات تعتبر انك خجلان بدك تعطي حقهم على طول، السلبيات الله اعلم شو هي، كثيره. ايجابيات القريب بتحسي انه اخذ وش عليه، شو ما بدك بتعملي انه بغض النظر. الغريب لا، ما بتقدري تاخذي وتعطي كثير. اكيد لا، 100% لا. ليه؟ لانه الاقارب بيفكروا بطريقه غير، يعني كل واحد بيفكر بمصلحته، بيجر الموضوع باتجاهه. لا بيعمل مشاكل، يعني الا ما يصير في مشاكل، يصير في قصص، يعني اختلاف بالاراء بتسبب شيء ثاني، بيسبب اختلاف بين العائلات. لا سلبياتها رح تخسري قرايبك اول شغله، ممكن يعني مش كل الحالات. وإيجابياتها ممكن تكوني مرتاحة بالشغل، بس سلبياتها أكثر من إيجابياتها. العمل مع الغريب ما في مصلحة، في أريحية.